السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان معنى عملية الضرب وخواصها. تعالوا بينا يا أصدقائي نتأمل درسنا النهاردة ونتعرف على عملية الضرب وخواصها. بنسمع دايما الضرب في 6 والضرب في 7 والضرب في 8 و9. تعالوا نتعرف على مفهوم الضرب. يعني ايه ضرب؟ مثال: من الشكل المقابل معانا دلوقتي 6 حلقات. ال6 حلقات دول يا أصدقائي لو ضفت عليهم 6 حلقات أكني بالظبط بقول 6 زائد 6، يعني عدد الحلقات الأولى 6 زائد العدد الحلقات الثانية 6. لما أقول 6 زائد 6 يطلعوا كام يا أصدقائي؟ مين شاطر يقول لي 6 زائد 6 يساوي كام؟ ايوه، انا سامع حد بيقول لي 12. طب جت منين 12 يا استاذ؟ اكني بالظبط حطيت الحلقات الحمراء مع الحلقات الصفراء وجمعتهم على بعض وبقول 12. تعالوا اللي مش مصدقني تعالوا نعد مع بعض: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بختصر بقى كل الكلام ده كله وأقول 6 في 2 يساوي 12. طيب تعالوا نشوف مثال كمان. مثال: ادي الشكل المقابل بتاعنا اللي تعودنا عليه اللي فيه عدد حلقاته كام؟ 7. بالظبط كده اكني ضفت الاتنين على بعض بقى معايا ايه؟ 7 حلقات صفرة و7 حلقات حمرة. يبقى كده 7 زائد 7 يساوي 14. زي برضو ما اقول ايه؟ 7 في 2 يساوي 14. طب لو حد جه ضحك عليا وقال لي 2 في 7 برضو هيطلع الناتج زي ما هو، يبقى كام؟ 14. برضو تعالوا نشوف الضرب في 8. مثال: ادي الشكل المقابل بتاعنا اتعودنا عليه الصغنون ده، بس المرة دي بقى هنزود عليه كام؟ هنزود عليه، ايوه برافو، 2 حلقتين، حلقة حمراء وحلقة صفراء. طب قبل ما نضيف الحلقات تعالوا نشوف انا هعمل ايه الاول علشان نفهم معنى عملية الضرب. 8 زائد 8 هيساوي كام؟ مين يقدر يقول لي 8 زائد 8؟ ايوه برافو عليكم، 16. زي بالظبط بقول 8 في 2 يساوي 16، يعني 8 في 2 يساوي 16، و8 زائد 8 برضو يساوي 16. برضو أكننا ضفنا الحلقات، هنضيف حلقة حمراء، حلقتين حمر وحلقتين صفر، يبقى كده معايا المجموع 16. تعالوا نشوف برضو الضرب في 9. برضو نفس الكلام، عدد الحلقات بتاعتي 9 زائد 9، اكني بالظبط بقول 2 في 9 او 9 في 2 يساوي 18. هضيف الحلقات بتاعتي، ايوه 5 و4 9، يبقى معايا 9 حلقات صفر و9 حلقات حمر. يبقى 9 و9 بجمعهم على بعض يدوني كام؟ 18. يبقى 2 في 9 بكام؟ ب18. مش سامع؟ 2 في 9 بكام؟ ب18. طيب كده احنا يا اصدقائي عرفنا مفهوم الضرب في 2. طيب يا اصدقائي لو جالي قال لي 9 في 9 معناها ايه؟ بالظبط اكني بجمع 9 9 مرات. طب هقعد اكتب كل شوية 9 9 9 9 9 9 مرات؟ هنحس ان الموضوع ممل وهياخد مننا وقت في الامتحان. طب هنعمل ايه؟ بنكتب 9 وخلاص. يبقى كده اتفهمت ان انا بضرب 9 في نفسها 9 مرات. شكرا ليكم اصدقائي الحلوين، وبكده ينتهي درس النهاردة، واستنوني الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة ونفهم نتعلم ببساطة.